بلقياكم سيداتي سادتي في هذا النقل المباشر من قاعه مولاي يوسف وبالضبط من مدينه قريبكا من اجل نقل الاطوار مقابله سدس عشر كاس العرش اللي كتجمع بين فريق شباب قريبكا وفريق صقر اكادير. متعبه جميله. اي 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 عبد الله نسل خطيره خطيره. جول 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 جول. شباب شباب قريبكا كتفتح التسجيل عن طريق اللاعب عادل جودي بعد تبادل كروي جميل بين لاعبي الشباب كيتوجوا مجهود في دمهايش اللي غيلعب هو حمزه. حمزه كيلعب. او تعادل 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 تعادل. اوي 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 اوي. الصقر كتعادل. هدف تعادل للصقر بعد ركنيه مركزه كيلعبها اتجاه زياد دمهايش اللي من سماها لها كما تنقولوا كان المناسب كترجع مرتده بينما زياد كيتاكا. يا 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 جول 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 الثاني. جول اسماعيل اسماعيل الياس المسعودي كيسجل الهدف الثاني لفريق صقر اكادير. النتيجه كتغير وكتصبح 2-1 للصقر بعد مرور 7 ديال الدقائق و52 ثانيه. كيلعبها شباك فارغه ولكن من مرتده خطيره خطيره الصقر. جول 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 جول. امين امين بعد تمريره سحريه من عادل جودي كينسل من الجهه اليمنى. حاليا الكره كتجي عند عادل جودي. عادل كيلعبها خطيره. جول 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 جول. الله 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 الله. مقابله مقابله جميله كنتابعوا رفقتكم وهدف انطولوجي للاعب حمزه. اذا جمال كيستعد في الشر اش غيعمل جمال كيلعبها. الرابع كومبين جميل كومبين جميل للصقر اكادير كيتوجوا اللاعب مزاغي بهدف الرابع بهدف جميل بعد قذفه قويه. كيلعبها بيشني. الله 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 الله. الهدف هدف الروعه من المكان. هدف جميل لاعب طارق عسكري بعد ركنيه من مرنان كيلعبها ببيشنيت ومن سماها لماها وعلى الطائر طارق عسكري بالرجل اليسرى كيودع الكره بطريقه جميله وباي طريقه طريقه اللاعبين الكبار. ولكن سيرجع للبي سعيد على مرتين. الياس كيتدخل. اوي 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 اوي. الخامس خامس الصقر. احتجاجات بدعوى ضربه خطا للحارس سفيان. اوي 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 اوي. الهدف الخامس للصقر. 5-3 5-3 في اللقاء. تشكوكي مثير واحتجاجات بالجمله والحك المنادى عليه من طرف الاطار الوطني بكيك. اوي 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 اوي. تمريره جميله تمريره جميله من اللاعب الياس المسعودي اتجاه راس اللاعب مصطفى اللي بالراس ديالو كيقذفها وكتوجد المرمى. فريق اوي 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 اوي. كريم البيا الزمان والمكان. أوه. كريم البيا من الشبكه للشبكه كيوقع الهدف الثاني او عن الهدف السابع لفريق صقر اكادير بعد ما استغل خروج سعيد مرنان للهجوم وقذفها من مرمى اتجاه مرمى فريق شباب قريبكا وكتصفر على الهدف السابع لصقر اكادير. فمقابله جميله واستمتعنا بها صراحه بالاهداف احتفظ بها عند حميد. حميد كيلعبها وفي هذه اللحظات نهايه اللقاء بتفوق فريق صقر اكادير وتاهله للدور المقبل من منافسات كاس العرش. اذا هنيئا لصقر اكادير وحظ موفق لشباب قريبكا. وفي هذه اللحظات ما بقى لي الا ان اودعكم في امل اللقاء بكم سيداتي سادتي انستي اعزائي النظار الكرام وشكرا لكم في موعد كروي قادم ان شاء الله.
السلام عليكم الاخ سيمو، تنبغي نشكرك على المواكبه ديالك جميع مقابلات اللي تكون في فريبكا. نشكر قناه الفجر حتى هي على التغطيه ديالها. كما شتي اخويا سي محمد، الماتش ما كانش سهل. فريق فريبكا تبارك الله عندهم دراري مزيانين، ديما تيقدموا لنا لقاءات كبيره، وسواء الماتش البطوله سواء الماتش ديال الكاس راه شتي كي داز. داكشي كاينه النديه، كاينه القتاليه من كلا الفريقين، ولكن داكشي كامل في اطار الرياضه وروح الرياضيه. ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله في البطوله، في مسار البطوله. حنا الحمد لله توفقنا ندوزو لربع النهائي، ونتمنوا نمشيو ان شاء الله مزيان في الكاس. وحتى البطوله راه الحمد لله موفقين المركز الاول، نتمنوا ان شاء الله نستمروا في هذا النسق هذا ويكون خير ان شاء الله. ونشكرك الاخ سيمو مره اخرى، ونتمنوا التوفيق للفريق الاخر يبقى ان شاء الله. شكرا. اولا كنشكروا قناه الفجر سبور على المواكبه ديالها للبطوله الوطنيه للفوتسال وكاس العرش، وكنشكرهم على المجهود زعما مجهود كبير اللي كيقوموا به، وكنتمنوا لهم الاستمرار. ثانيا المقابله، حنا اليوم لعبنا مع احد اعمده الفوتسال في المغرب، شباب خريبكا قياده الدكتور المعوني، فريق اللي رقم صعب منذ عشرات السنين في كره القدم داخل القاع في المغرب، كون لاعبين وعطى لاعبين ومازال تبارك الله كيكون. انا اليوم تفاجئت بالمستوى ديال اللاعبين ديال شباب خريبكا، لانها في 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 طور تجديد وفي طور تغيير، لان بزاف ديال اللاعبين رحلوا من الفريق، ولكن فاجئوني اللاعبين الجدد بالمستوى ديالهم. ولكن الحمد لله تمكننا من الانتصار في مقابلتين متتاليتين. ماشي الاصعب هو تنتصر في المقابله الثانيه، لانك كتكون تكتيكيا قريتي لادفيرسير وتا هو قراك، والحمد لله انتصرنا في مقابله الكاس. النتيجه ما تتبينش المقابله، لان ما جاش فريق الاهداف حتى الخمس دقائق الاخيره. كنشكر اللاعبين ديالي على الاداء اللي اداو، وكنتمنى لشباب خريبكا زعما حظ سعيد في باقي المنافسات في البطوله. حنا تنقول لك حنا كصقر اكادير اليوم سالينا السنه الماضيه في المرتبه الثانيه في البطوله، وخسرنا في نصف النهائي ديال كاس العرش. دونك الطموحات ديالنا ما يمكن الا تكون احسن من الطموحات السنه الماضيه، رغم انه حتى حنا غادرونا ثلاث لاعبين اللي كانوا اساسيين، ولكن الحمد لله حاولنا باش نزيدوا اسماء جداد. راكم شفتوا حمزه ومصطفى والياس من مراكش، شفتوا اسماعيل امازال من رجاء اكادير، شفتوا بوخريس من بولميم، ونبيا بقى معنا من السنه الماضيه. دونك كنحاولوا نطعموا الفريق بعناصر جديده، بالاضافه للعناصر ديالنا القديمه اللي اليوم وصلت لواحد المستوى. كنظنوا انه ديك الحريفيه اللي تنقلبوا عليها اليوم وصلت على المجموعه. غادي ندافعوا على الحظوظ ديالنا في البطوله وفي الكاس الى اخر لحظه ان شاء الله. نشكروا الناس ديال خريبكا اللي كما كيعرفوا الحمد لله، اللي ما كيعرفش الخبايا ديال هذه المباراه قبل منا واحد ثلاث ايام، وحنا جالسين في القنيطره في خريبكا، لاننا ما مشيناش المباراه ديال البطوله اللي لعبناها هنا في خريبكا بعد الفوز ديالنا. الحمد لله كنبغي نشكر الطاقم ديال فريق صقر اكادير نيابه عن جميع اللاعبين. كنشكر الرئيس سلطان المنصوري والمدرب السي فيصل بوجدي والسيد حميد، لانهم تاحوا لنا واحد ثلاثه ديال الايام اللي بقينا هنا في خريبكا، اللي بقينا كنترينينا فيها جوج حصات ووجدنا المباراه، لان كما كيعرف الجميع الطريق كاينه صعيبه شي شويه من مدينه اكادير، دائما كنلقاو واحد الصعوبه ديال كنلعبوا خارج الميدان ديال الترونسبور شويه الطريق بعيده. تاحوا لنا واحد الفرصه، وفروا لنا رواجوغ ديال الراحه التامه اللي ارتاحينا فيها، واحد الراحه اللي ما غاديش نقول لك. كنشكر الناس ديال الاوتيل والناس اللي استقبلونا هنا في مدينه اكادير والناس ديال القاعه، الحمد لله لقينا واحد الترحيب كبير من الناس ديال خريبكا، كنشكرهم من المنبر هذا. وكنشكر جميع اللاعبين على القتاليه ديالهم، والنتيجه ما كتحكيش اداء ديال شباب خريبكا. شباب خريبكا معروف بانه فريق قوي، فريق دائما كيلعب على الكاس 10، دائما كل سنه كيلعب على الكاس 10، فريق اللي كيلعب على دائما على البطوله. النتيجه ما كتحكيش بانه فريق كان واحد الخصم اللي ما كانش قوي، بالعكس كان واحد الخصم قوي. حنا حاولنا باش نخليو التركيز ديالنا حتى لنهايه المباراه، حتى يصفر الحكم، ودرنا بالتاكتيك ديال المدرب ديالنا، والحمد لله. وهذا هو الفضل كامل كيرجع للاعبين اللي داروا واحد القتاليه واللي خلاو هذه النتيجه هذه. وحنا الطموح ديالنا ان شاء الله كما قلت الطموح ديالنا هو ان شاء الله نلعبوا النهائي ديال كاس العرش، وندخلوا واحد اللقب على الاقل، واخا يكون يا لقب بطوله يا لقب ديال كاس العرش لمدينه اكادير.